ومضتنا اليوم رح تاخدنا لكأس العالم 1950 واللي صار بالبرازيل. فبعد انتهاء مباراة النهائي بفوز الأوروغواي على صاحب الأرض، ما كان من لاعبي البرازيل إلا الهرب لحجرات الملابس خوفا من التعرض للقتل. بس المدرب فلافيو كوستا دخل لحجرة الملابس ورفض الخروج منها لمدة يومين، بكرر لمدة يومين، وما وافق على الخروج إلا حين جاء أحد أقاربه بلباس تنكر له خصوصية كبيرة. فبعد أن أمضى كوستا 48 ساعة بحجرة الملابس، هرب كوستا متنكر بزي امرأة.